بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية للغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنراجع على الامتحان رقم 20، آخر امتحان في المجال بتاع المعاصر. إن شاء الله نراجع مع بعض. ولكن فضلا وليس أمرا، رجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وتضغطوا على البروتوكول عشان يصلكم مني كل جديد. دعموني في نشرات متواضعة، كما أرجو عمل لايك في الفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة، حتى أستفيد من هذه الشروحات التي أدعو الله عز وجل أن تكون في ذلك ولهم الامتحانات القادمة. مع أطيب دعواتي وتمنياتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. بسم الله، نبدأ أول جملة. To do two different activities at the same time means انك تمارس نشاطين مختلفين في وقت واحد. طبعا عارفين activities تاخد دو activities، يمارس انشطة، دو سبورت طبعا يلعب رياضة، ودو activities يعني تمارس نشاطين مختلفين في نفس الوقت at the same time. معنى ايه يا ترى؟ حد عارف يا ولد؟ سهلة جدا، خدناها بكده كتير، اسمها ايه؟ كومباين، يمزجهم مع بعض من في نفس الوقت. كومباين طبعا ده فيرب، نون منه هذا الاي اللي في الاخر دي، اكتب هنا اي تي اي او ان، بقت كومبينيشن بقت نون، انا مزج. تمام، طبعا في رقم دي فيها ديفاين، يعرف شيء. النون من الديفينيشن، ومن هذا اللي برضو تلاحظ دي، وحط بينا I T I O N definition تعريف. تمام، طبعا جوين عارفينها، ينضم إلى والتحقية بي. decline رقم دي يرفض يتراجع يقل. تمام كده، طيب يبقى هنا to do two different activities at the same time means to combine. number two, our belt a great civilization، بنوا حضارة عظيمة، thousands of years ago، منذ آلاف السنين. What have we done؟ إحنا عملنا إيه يا ترى؟ طب مين اللي بنوا a great civilization thousands of years ago؟ طبعاً أجدادنا، يعني أجدادنا ولاد، عارفينها طبعاً كلنا وحافظينها من زمان، اسمها ancestors، الأجداد بتوعنا، تمام، من فرعنا يعني. طبعاً رقم دي ميت دي رفيقك في الغرفة، رفيقك في المكان نفسه. infants أبناء تمام، وبعدين partners شركاء. طبعاً built a great civilization thousands of years ago، هم our ancestors. طيب number three، I had to، كان علي أن، it was necessary for me to، كان ضروري أن أعمل. After the training yesterday، بعد التمرين امبارح، back to the past necessity، ضرورة في الماضي، يعني it was necessary for me to do، كان ضروري أعمل. يعني أنا البدن بتاعها إيه؟ البدن بتاعها إيه؟ يعني it is necessary، معناه بنسوي إيه؟ so طبعا must، we need to، أو need to طبعا، we have to، وهو has got to، وده معناه يجب أن أفعل، ضروري أفعل، جنبه طبعا مصدر. had to، it was necessary، كان ضروري، past necessity، ضروري في الماضي. طيب it is necessary mister، ضروري في الماضي يعني، must، تمام، need أو needs to، have أو has to، have أو has got to. فالفرق بين must و have to، أو has to. must دي قلنا عبارة عن إيه؟ warm invitation، دعوة حارة. you must come to my birthday party، لازم تيجي، ما فيش حد عنه. تمام؟ strong advice، you must wash your hands before meals، لازم تغسل إيديك قبل ما تاكل. تمام؟ طبعا كمان necessity، ضرورة، you must study hard، لازم تجتهد جدا. طب ما يكتب اسمه، انا ما يبان برضه، ضروره في المضارع برضه،
بس هي بتبقى تو، يبقى في قانون يلزمك إنك تعمل الفعل اللي جاي جنب منهم، يعني you have to wait, you have to pay a fine for exceeding the speed limits. عليك أن تدفع غرامة تغطيك حدود السرعة. تمام؟ He has to go to work on time or he would be dismissed. فالشغل في الميعاد وإلا هيفصل. تمام؟ تمام. طيب لما دي الفرق بين must و have to أو has to، لو موجودين في الخيارات واحدة منهم بس موجودة خلاص اختارها لو عايزها. يبقى هات وكان عليا يعني كان لازم أعمل after the training، بعد التدريب بتاع يستر بتاع امبارح. مرة متعبانية من يا ترى؟ طبعا ستريتش اوت، يمدد شوية، استريح شوية، مقطع شوية، ستريتش اوت. تمام؟ تمام. طبعا ميك اب دي يعني عوض، ميك اب فور يعوض، يعني كومنسيت. ميك اب فور يعني كومنسيت يعوض. طب ميك اب بس يفادلف قصة، يفبرك قصة لما يخترعها يعني من دماغه. طب give up يخلع عن ويتخلى عن أو يترك أو يهجر. work out يستنتج. تمام؟ دي phrasal verbs مهمة جدا. وستريتش أوت دي يتمطع ويمدد. work out يستنتج، give up يخلع عن، يترك يهجر. make up يفبرك قصة، يألف قصة، يخترع قصة. بعدين بقى فور ميك اب فور بقى تعوض كومبنسيت. تمام. نمبر فور، all the attendants admired this his particular address. كل الموجودين عجبوا الفستان الرائع بتاعها. spectacular، the word spectacular means معناها هي طالع spectacular هنا. ها يلا مين عارف نمبر فور دي؟ ها يعني طبعا amazing، مدهش، مذهل، spectacular ملوش مثيل. trifling دي تافه. رقم سي distracted ده استهرج. رقم دي delighted مسرور، منها delightful صار مش delighting لان دي شاذة. تمام. delighted مسرور، delightful مكان الايدي يحط في ويل، فdelightful معناه شيء صار. تمام. واحنا ده spectacular يبقى ده an amazing dress، فستان مذهل. نمبر 5، why do you look، لماذا تبدو؟ everything is okay، كل حاجة بخير. لماذا تبدو يا ترى؟ inspiring ملهم أو ملهم، interesting شيق أو ممتع، relaxed مسترخي أو مستريح، ولا anxious. أيوة anxious مظبوطة يعني ورد قلق. دي شكلك الآن إيه اللي قلقك؟ تمام. نمبر 6، you are one team، أنتم فريق واحد ومتعمل واحدة، so you should share your opinion، تشتركوا في الرأي all the members مع كل الأفراد أو مع كل الأعضاء. يبقى شير تحت الرأي شير يا أولاد فاكرين، شير with شارك مع، شير the room with a friend زميلي في الأوضة، شير opinion شارك موقع النت، شير with. number 7، after leaving the company بعد ترك الشركة، I to or in touch with my friends، بقيت على اتصال مع أصدقائي. in touch with قبل منها ايه؟ قبل منها kept يعني keep. in touch with يبقى على اتصال بي، keep in touch with، keep in touch with. keep طبعا مضيها kept، تفتاد kept. تمام. رقم بي دي contracted يعني انكمش، contracted انكمش. اكسا expand، expand دي اكس بي A and D. طيب كمش expand يتمدد. طبعا الفيرب دي معروف. نمبر 8، would you mind، هل تمانع؟ no mind gerund، would you mind helping me، او if جملة زي دي كده.
with one day file وانا on this air condition air conditioner في الهواء هذا it's very hot here الجو حر جدا هنا وين في الاير كونديشنر اشغله بترن يا ولاد ترن اون طبعا احسن ترن اوف تمام تمام نمبر 9 when she was told about her success لما بلغت بنجاحها she pleased مبسوطة بل لو انها نجحت يبقى اكيد كانت مبسوطة ليه كانت يا مستر ليه ماضي؟ عشان was told ماضي يبقى she must have been pleased اكيد كانت مبسوطة يعني يا مستر يعني she can't have been sad اكيد ما كانتش زعلانة تمام؟ وضحت she must have been pleased اكيد كانت مبسوطة يعني she can't have been sad اكيد ما كانتش زعلانة طبعا الاثنين دول present سمعته نفي تمام؟ انا عايز مباط عشان was told يبقى she must have been pleased لو كان بليزد في sad يبقى كانت have been and pleased يبقى must have been Number 10, we can't decide which of the two flats to stay at. شايفين قرار أنهي جاء من الاثنين دول نقيم. Of them are small. تمام؟ أنهي كلمة مبتدئة بعدها الفعل يا أولاد؟ طبعا each one ينفعش each of them is. Everybody بفعل مفرد everyone is. أيوه أيوه هي both. Of them are كلاهما شائتين are small اثنين صغيرين تمام عشان are both of them are number 11 مصادرتهم there is juice for everyone to drink لتكون الناس تشرب we must buy some بنشتري شوية at once في الحال عندهم قد ايه juice كتير ولا قليل طبعا قليل كل المعاني فيها قليل لتر معناها قليل طيب يا ترى سو لتر مفيش ذات تمام طيب لتر انف ولا تو لتر ها انف طبعا كافي بدرجة تكفي ان هم محتاجين تنحى يشتروا فانهم ما كفهمش بدا تو لتر فور ايفر وان تو درينك تو لتر تو درينك او تو صفة تو مالتر تمام تمام too little to drink how much enough to drink so it isn't number 12 I'm bored أشرب بالملل we go for a walk نروح نتمشى go for a walk go for a swim تمام go to a place يذهب إلى مكان go to school go to the grocery إلى آخره تمام طيب go طبعا shopping go swimming تمام يبقى on board we go for a walk يبقى لازم ايه طبعا اوت ما ينفعش غير تو كانت ودت ما تمشيش ده البورد لازم تمشى يبقى we could walk نقدر نروح نتمشى شويه يبقى go for a walk go for a swim لكن go swimming تمام go shopping تمام واضحه طيب تمام Number 13 هي last poem آخر أشعارها last year السنة اللي فاتت made a great success حقق نجاح باهر طيب يبقى عايزين نقرأ شعر إيه الذي نشر يعني إيه الذي نشر موجود which published تنفع أو بس published مش باسيف الذي نشر عايزين باسيف يعني باسيف من verb to be وتصرف تلاتة فعل من which جنبها verb to be تصرف تلاتة ده مش موجود عندي بديله يا ولاد فاكرين انا بديله تصريف ثالث الفعل اللي هو ايه طبعا اللي هو published دي معناها which was published هنا في رقم 100 مفيش which if was published تمام في رقم 50 مفيش which was published which published فقط ما تنفعش which was published بدلتها تصريف الثالث اللي هو published زي who is sitting و جنبها مضارع مستمر بدلها ايه؟ ناجرا the man who is sitting or the man sitting من نفس المعنى تمام كده؟ تمام تمام بعد كده number 14 I regret نادم him the truth الحقيقة he was very angry
وانهنيونا، زاد جدا لما عرف. بريت ايه؟ عمل الفعل. قال له مش كده، ندم. بريت ايه؟ جيراند. تمام. بريت ايه؟ مستر تيلينج. تمام. ذا تروث. تمام. يبقى في تيل، ذا تروث يقول الحقيقة، وفي تيل الاي يقول كذبا، ومنهم تيل مش سي، تيل ذا تروث وتيل الاي. تمام. طيب يعني جيراند عشان ريجريت والفعل اتعمل. نمبر 15، ذا ويلثي مانز ديسابيرنس، اختفاء الرجل الثري is very ambiguous، غامض في غموض. But I think، أعتقد إن هو هي، أعتقد دي مش متأكد أوي، ما يعرفش أساسا، وبيخمن احتمال. وده إيه؟ مايت. طب مايت كدناب ولا مايت هابين كدناب؟ ربما احتمال خطف، واحتمال خطف، مين عارف؟ طبعا مايت هاب بين كدناب، احتمال يكون خطف. من كده تمام. طيب نمبر 16 او 16 يقول لي space، this means معناه that someone has brought him the shopping، حد جاب له الشوبينج بتاعه مش هو بنفسه. تمام كده. يبقى انا عايزين يا اولاد، عايزين كوزاتيف. يعني كوزاتيف يا مستر يعني جيت او هاف، غير العاقل تصريف تالت، صح كده. طب الموجود منهم هنا، هي هاز ذا شوبينج ميد او بروت، هاز ذا شوبينج، غير العاقل اهو بروت تصريف تالت. تمام. يدي الصح رقم بي، بهز فعل غير عاقل تصريف تالت. او جيتس ذا شوبينج بروت، سنة من فضل العظم مفيش جيت، مفيش جيتس يعني. تمام مفهومة. لان رقم 17 ده اعتقد قطعة، مش بعت الاسنيش على طول. نمبر 33، أيوة أهيًا، بيقول لي فيها إيه؟ بيقول لي many kinds of animals and plants، العديد من أنواع الحيوانات والنباتات، may face extinction، ربما تواجه انقراض. So man must pay more attention، لذلك الإنسان يهتم أكثر بالبيئة environment. تمام. يلا نشوف كده حل في ايه. دول سهلة جدا، مفيش اي حاجة خالص، كل كلماتها معروفة، هي بس extinction هي انقراض. تمام. extinction اصل منها extinct المنقرض. تمام. يا ترى حب الحل التاني يا ولاد، مين وصل للحل؟ فقد تواجه انواع كثيرة من الحيوانات والنباتات الانقراض. تمام. لذلك يجب ان يهتم الانسان بشكل اكبر بالبيئة. اعتقد هذه الحل بتاعنا رقم A، نمشي مع many kinds of animals and the plants may face extinction so man must pay more attention to the environment، يعني قد تواجه أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات من الانقراض، لذلك يجب أن يهتم الإنسان بشكل أكبر بالبيئة. Number 35، 34 تقول some people spend much money، كثير من الناس ينفق كثير من النقود وتريد تنجز على أشياء تافهة. I don't care about their money، ولا اهتموا بنقودهم till حتى يقعوا أو يغرقوا في الدين. Get into debt. يعني يلا شباب نمبر 34، يا ترى هيكون حلها ايه في اللي انا قلته دون؟ يلا بنور معاك اهو. حد وصل؟ أنا شخصيا وصلت. طبعا أنا رقم سي، بعض الناس ينفقون أموال كثيرة على أشياء تافهة ولا يهتمون بأموالهم حتى يرخوا في الدين. 34 نمبر سي. نمبر 35، المواطنة
يعني سواء أبناء الوطن الواحد في منام الحقوق وعليه من واجبات. المواطن يعني سيتيزن. طب المواطنة سيتيزن شيب، تمام؟ is or means that all the people of one country should be equal among their rights and their duties. يلا شباب، طبعا مش internship، جواز التدريب انتباع يبقى citizenship. طيب doing the same rights، ما فيش المعنى ده. Certified means that a citizenship is that all the citizens of the same country have the same rights and do the same duties equally. هي دي التغيير بتاعتنا. Number B، المواطنة انت سواء من الوطن الواحد في بينهم من حقوق ما لهم حقوق ما لهم من غيره. Citizenship is that all the citizens of the same country have the same rights and do the same duties equally. Number 36. قراءتكم. أهم واحد أهم الوسائل للقضاء على مشكلة البطالة من شبابنا هي إنشاء المزيد من النشاط الصغيرة. One of the most important means or methods to eliminate unemployment among youth or young people is to set up more small projects. تمام؟ تمام. قلنا ده المعنى ده ماشي معاني ترجمة. يلا يا شباب الجيل الصاعد الصاعد الواعد. ها انا بدور معاكم برضه اهو على فكرة. ها مين عارف يا ترى؟ ها انا لسه بدور برضه هجيبكم بالظبط معاكم اهو. يلا يا شباب. ها طبعاً يا رقم دي. One of the most important ways to get rid of the problem of unemployment among our youth is setting more of the small projects. هي دي الحل بتاعنا number D. Now number 37 which of the following is punctuated correctly? أن يقوم من دول معمولة بكتنش المزبوط. Where do you work يارا؟ Where do you work يارا؟ طبعا where مش كابيتال W بتكون كابيتال. طبعا ضد مش كابيتال مفيش كوتشن مارك، مفيش كوتشن مارك هنا برضو. يبقى رقم A Where do you work يارا؟ تمام كابيتال لتر وما بعد work يارا جنبها كوتشن مارك. Number 38 at first and third sentence of a news report تقرير إخباري أول جملة بتكون فيه تسمى the headline ولا body wearer ولا inverted pyramid ولا lead. طبعا هي lead. Leadin the first sentence of a news report أو جملة في التقرير الإخباري. Number 39 which of the following is correct instruction. أن واحدة بدور جملة بتاع مظبوط. عمر عند علي are approved. None of them will attend my wedding. ولا عمر عند علي ار ابرود ليتل اوف ذيم نت فاكت تو ذيم. طبعا دي ولا واحد فيهم ادق. طبعا عمر عند علي ار ابرود نايذر اوف ذيم ويل اتند ماي ويدنج. عمر عند علي ار ابرود موست اوف ذيم ما تنفعش برضه. من عندي ايه يا اما ايه يا اما سي. يا ترى هي ايه ولا سي؟ مين عارف يعني؟ طبعا الاحسن عمر عند علي نمبر سي. ار ابرود نايذر اوف ذيم ولا واحد فيهم ويل اتند ماي ويدنج. نايذر اوف ذيم ولا واحد فيهم. نمبر 40 ذا اسي از ا تايب اوف اسي نوع من النقلات ذات تيكس ستانس اون ان ايشو تاكيد على موضوع معين. ديسكريبتيف ناريتيف بيرسويسيف اكسبوزيتوري. ترى اني واحده في دول. ها يلا شباب. طبعا دي اكسبوزر دي تفسيريه اقناعيه سرديه للحوار يعني ولا ديسكريبتيف وصفيه يا شباب؟ طبعا هي رقم سي بيرسويسيف. تمام بيرسويسيف.
كده خلصت امتحانات معاصر إن شاء الله، يكون عندي فيديو هشرحكم فيه إن شاء الله جمع بتاعنا كله، ونحل عليه تمارين برضه مكثفة عشان ما ننساهوش. وش أول ذا بيست أوف لك، فضلا وليس أمرا الرجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وضغط على كلمة كل حتى تطلب مني كل جديد. دعموني في نشرات المتواضعة إن شاء الله. كما أرجو عمل لايك في الفيديو لتصل أكبر عدد ممكن من الطلبة، وتسمية الشروحات التي أدعو الله عز وجل أن تكون مفيدة لكم ولهم في سنوات قادمة إن شاء الله. وأكثر تمنيت لكم جميعا من النجاح والتوفيق بإذن الله. تلو ميت أجين ويش يو ذا بيست أوف لك. كيف بالمرة شديد. Goodbye for now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.